امبارح انا اختفى هو هربان من فتره، زوجته شيماء اتصلت بمداخله مع قناه مكملين، مع هيثم ابو خليل في قناه مكملين. اول سؤال من حيث المبدا، هو ليه قناه مكملين؟ ده اول سؤال، لماذا قناه مكملين؟ لماذا قناه مكملين تحديدا؟ او الشرق، من الشرق، لماذا قناه الشرق؟ ليه؟ يعني اشمعنى المداخله تبقى مع قناه الشرق؟ هي عارفه ان قناه الشرق قناه اخوانيه صرف طبعا، هي ليه اتصلت بقناه الشرق؟ ده اول سؤال بيؤكد الكلام اللي قاله صاحبها. وطبعا المحامي هيثم ابو خليل ده كادر اخواني معروف وحقوقي معروف، لماذا هيثم ابو خليل ولماذا مين ولماذا قناه الشرق؟ طيب هو هي اتصلت بيه عشان تقول له معلومات؟ انا استمعت الى المكالمه، تعالوا نسمع اول فيديو واقول لكم انا طلعت منه بايه. تعالوا نشوف اول فيديو. كان في يوم الجلسه يوم 15 اكتوبر في اخبار تداولت من كذا طرف ان مصطفى محتجز في مركز تدريب الشلال باسوان. سمعنا المعلومه دي جت لنا من كذا طرف. سمعنا هو كمان ان المخابرات الحربيه هي اللي اعتقلته وحجزاه في هذا المركز. بالضبط. تمام. الدكتور مصطفى النجار كتب مقاله هائله على صفحته وظهرت وكانها يعني كان موصي حد سواء من حضراتكم او من اصدقائه ان هو بمجرد ان هو يتم اعتقاله المقاله دي تنشر، اللي هي كانت بعنوان لا نعرف سوى ان نحب هذا الوطن. ان نحب هذا الوطن. يعني حضرتك تفاصيل هذه الملابسات، نشر هذه المقاله المهمه جدا وتوقيتها، هل انتم من قمت بنشرها ولا هو كان موصي حد من زمايله واصحابه؟ هو كان كاتبها في الفترة اللي فاتت وكان موصي الأدمن بتاع الصفحة بتاعته في حالة تغيبه إن هو يقوم بنشرها، لكن ده مصطفى اللي كان كاتبها من فترة. طيب يعني اللي انتم ملاحظين اللي انا ملاحظه، خلينا نشوف، هو هيثم ابو خليل هو اللي بيقود الحوار، مش هو بس، هو اللي بيدي معلومات، هو اللي عنده معلومات دقيقة بيقولها لشيماء. طب تعالوا نسمع تاني ونشوف. هو اخر كان اتصال بيه كان يوم 28 سبتمبر 2018، هو كان في اسوان وكلمني من هناك ان هو موجود في اسوان. تمام. وكلمني وان هو هيقضي يومين يغير جو وهيرجع، لان كانت جلسه النقد يوم 15 اكتوبر. بالظبط. بعد ما كلمني وقال لي ان هو اكد لي ان هو وصل اسوان وهو كان رايح من اسكندريه، يعني هو كان في اسكندريه الاول. تمام. وسافر من اسكندريه يوم الخميس يوم 27 سبتمبر متجها الى اسوان، ووصل يوم الجمعه 28 سبتمبر حوالي الساعه 2 الظهر او 3. بعد كده كلمني وقال لي ان هو فعلا وصل. وبعد كده اتقطع الاتصال، كلمته بالليل الموبايل غير متاح. كل ما قالته زوجة الدكتور مصطفى النجار انه هربان، يعني راجع الكلام، راجعوا كلمة كلمة، راجع المدلول، كله بيقول ان هو هربان بنفسه وبإرادته، ما فيش اي علاقة. هي بتحكي، ما بتحكي راح اسكندرية وراح يغير جو في اسوان بيتفسح، يعني عارفة انه هربان من حكم قضائي بيتفسح، وعمال يتصل بيها من تليفونات مختلفة وإلخ. ايه علاقة الدولة واختفاء قصري؟ ما هو انا مشكلتنا ان احنا بندافع، لا والله مش اختفاء قصري، معذرة. ما تيجي نراجع الكلام ونشوف الناس بتقول ايه؟ الناس دي بتمثل، الناس دي بيستعبطونا، الناس دي بيعملوا ايه؟ خلينا نراجع واحدة واحدة. تعالوا نشوفوا تاني تالت جزء من المكالمة بين هيثم ابو خليل وبين شيماء، وهي بتقول له ان في جالي اتصال على تليفون ارضي. طيب يا ست شيماء التليفون عندك موجود، عندك رقم التليفون، ادي لي الدوله، ادي لي الشرطه، هتعمل تتبع للتليفون وتشوفه، والرقم اللي اتصل بيكي هنعرف مكانه فين، يعني ساعدوا الدوله. تعالوا نسمع. يوم 10/10 اكتوبر. تمام. جالي اتصال على التليفون الارضي من حد، من شخص مجهول، بتفيد ان زوجي تم القبض عليه. على التليفون الارضي. طبعا كلنا عارفين. طبعا كلنا عارفين ان مصطفى يعني في حكم بثلاث سنين بقضيه اهانه القضاء 30 ديسمبر 2017 وكان في نقض. تمام. اتفضلي. دي كان محكوم فيها في ديسمبر 2017. تمام. بس
من يوم 10/10 طبعا المحامي استاذ مجاد البرعي قال لي لازم نقدم برقيه للنائب العام نفيد بيها ان مصطفى مختفي عشان جلسه النقض ما نضيعش حقه بالظبط في جلسه النقض يعني. تمام. فعلا تقدمت برقيه للنائب العام كانت واستلمتها يوم الاحد يوم 14 اكتوبر. واستاذ نجاد سلمها في المحكمه يوم 15 اكتوبر يوم الاثنين يوم الجلسه. وطبعا استاذ نجاد كان منتظر كان منتظر ان مصطفى يجي يوم الجلسه. تمام. ما جاش والمحكمه اعلنت ان هو ليس قيد التنفيذ مش عندهم. قناة شرق وهيثم ابو خليل ونجاد البرعي ولسه هنشوف اشمعنى دول، هو الاتجاه رايح ليه في هذا الاتجاه؟ انا بسأل ليه الاتجاه بتاع مصطفى النجار وزوجة مصطفى النجار راح على الشرق في تركيا، راح على هيثم ابو خليل الاخوان، راح على نجاد البرعي الحقوقي اللي معروف اتجاهاته، وبعدين هتشوف دلوقتي كمان عدلي مالك ولا اسمه ايه، هنشوف اخر 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 فقرة من المكالمة وهي بتتكلم على تليفون صغير كده، فكرني بتليفون مرسي، تليفون صغير كده، عارفين فاكرين مرسي، تليفون صغير كده بتصل بيه مع اصحابي، فهو برضه مصطفى نجار عنده تليفون صغير كده بيتصل بيه مع مراته. خلينا نشوف. مصطفى كان كلمني من موبايل. اتقدمت استاذ وكلت تاني استاذ مالك عدلي في القضيه، استاذ مالك قدم الرقم الموبايل وقال نطلب التتبع ليه. الموبايل اللي كلم حضرتك فيه وقال لك ان هو وصل من اسوان. ايوه اخر مره كلمني منه في اسوان. تمام. موبايل اديتهم الرقم بتاعه واديتهم الرقم بتاعي اللي هو كلمني عليه، اديتهم الرقمين ان هو يتعمل تتبع لرقم الموبايل برضه. التتبع ما فيش اي معلومات يعني حضرتك ده كان رقم، كان رقم غير رقم الاساسي. لا هو ما كانش ساعتها، هو ما كانش معاه موبايل، هو كان موبايل كده بسيط بيكلمنا فيه كده بسيط يعني. تمام. مش ما كانش بيتواصل قوي مع الناس الفتره الاخيره يعني. تمام. ما كانش بيتواصل مع الناس في الفتره الاخيره، كان تليفون صغير وتتبع وملك عدلي نجاد البرعي هيثم ابو خليل ومحطه الشرق او قناه الشرق. كل المعلومات اللي انا استمعت اليها وكل المعلومات اللي انا فهمتها من هذه المحادثه كلها جايه من طرف هيثم ابو خليل مش من شيماء. يعني انا كل المعلومات هيثم ابو خليل بيعرف اكثر مما تعرف شيماء.